الاتجاه الصحيح. الله معكم أحبائي بالاتجاه الصحيح من تي في تشاريتي، دايما مع المونسينيور نبيه الترس. نطمح أنه نسمع أحلى شرح وأحلى تأملات روحية للكتاب المقدس بالعهد القديم والعهد الجديد. تكلمنا بالحلقات السابقة عن آدم وحواء، عن قايين وهابيل، عن نوح، وأيضا تناولنا شخصية إبراهيم أب المؤمنين. أهلا وسهلا فيك مونسينيور. اليوم بدنا نوعد الحاضرين الحضور أنه نخبرهم بالتفصيل كيف إبراهيم الذي آمن بالله إيمان كبير وكان خليل الله ترك، سمع نداء الله وذهب لمطرح بعد ما كان عارف لوين، لأرض ما بيعرف وين ولا كيف، إنما بثقة بالله دب غراده وأخذ الكل ومشي. مونسينيور أنا بشكرك على حضورك دايما معنا بهالبرنامج. عم نحاول إنه نوصل الاتجاه الصحيح للمشاهدين لحتى كلهم ناخدهم نمشي نحن وياهم بهالسفرة اللي بتودينا على السما. شكرا للرب زلفة. والاتجاه الصحيح بحقيقة هو الاتجاه اللي بحدد الكتاب المقدس، يعني كان أحلى اسم كان ممكن يكون لهالبرنامج. نعم. يلي فقط عم يتناول الكتاب المقدس بمحطات متتابعة بدءا من العهد القديم ويتمحور حول العهد يلي الرب بقيمه مع بعض الأشخاص بدعوة كتير خاصة ومميزة من أجل أنه يكونوا عم يحلوا بركته خلاصوا إلى كل بقية الشعوب. مونسينيور نعم كبير يكون هالبرنامج. تسلم. متراكز حول الكتاب المقدس بهالاسم الحلو. قبل ما ندخل بشخصية إبراهيم، كنت أنا وعم هيك بشتغل شوي للحلقة، فت هيك تخطر ببالي بعض الأسئلة، منهم أنه مثلا نوح يلي بشكل مفاجئ قبل أنه يقوم بعمل بناء سفينة وما إلى يعني مبرر بالمطرح اللي كان فيه. إبراهيم حمل غراده ومشي، بولس شاول ترك كل شيء، الرسل نحن منقول نزلت عليهم بالعنصرة الألسنة وكأن على كل واحد لسان من نار كلام الله اتسترا. يعني اللي بدي أقوله هالأشخاص تيمشوا أدركوا، يعني كيف ممكن يفوتوا على هيك طريق مش معروف نتيجتها لوين لو ما كان الله؟ نحن بنحكي بركي كتيوري الروح القدس ألهم، إنما هن يمكن عن جد وصلن لأعماقهم هالإلهام وعيشوا حالة ما بيقدروا يشرحوها وبس فرجتهم الحقيقة من هيك. يعني إذا هن اللي عاشوها ما قدروا يشرحوها أكيد ما رح يكون علينا سهل إن نشرحها، بس على الأكيد في طمأنينة ما باختبار ما جعلت هالشخص المؤمن يوثق باختبار عم بعيشه. وأنا بعتقد هون ببلش الإيمان. تعودت البشرية وتعود مجتمعنا وخاصة بهذا الظرف إنه يمحور كل قرارات حياته وخاصة الانعطافية منها على حكمته. نعم. حكمته يلي بيستجمعها بالعلم، بالثقافة العامة، بالاختبارات، بالاستشارات، وكلها تنطلق من الحواس الخمسة، يضاف إليها حواس النفس، معرفة والعقل والحكمة والإرادة. أنا ما بريد أقلل قيمة هالمصادر للمعرفة، مصادر الحواس. بس هل وحدة تكفي لنقدر نكون عم نعمل خطوات تتخطى واقعنا البشري للدخول في علاقة مع الله؟ على الأكيد ما بتكفي. يعني شو بيفيد السمع اختباري مع الله؟ عم بياخد مثل
شو بفيد النظر؟ اختبار مع الله بده لغة تستقي معرفتها من مصادر أخرى، هذا بيصير اسمه الإيمان. والإيمان بيصير عنده غير حواس، السمع تبعه للإيمان مثلا هو قراءة الكتاب المقدس، النظر تبعه للإيمان هو صلاتك، تجسيد أفعال الإيمان هو المحبة بالترجمية. فإذا صار عندنا غير معطيات أن لا نؤمن، هذا شر كتير كبير على الأكيد، ونقص في طاقية الإنسان المكونة بطبيعته إله. يعني الإيمان منا شغلة تضاف على الإنسانية، الإيمان هو من طبيعة تكوين الإنسان، مكون الإنسان ليكون مؤمن، مؤمن بما يتخطى المادة والمرء والمحسوس والمسموع. هون بتفوت لغة الإيمان يلي بيغنيها اختبار الكتاب المقدس وكل هالرجالات، تتمحور حول الثقة. يعني بدك تصدق إنه في الله، شكله شغله غير موضوع، بس بدك تصدق إنه في حدا. يعني أن تقف اليوم في قلب العلم مش في قلب العالم، أن تقف في قلب العلم وتقول الله غير موجود ولا يوجد لهذا الكون من خالق، حتى ما بيؤمنوا بالله بيسفهوا الكلام، لأنه بطلنا بالمطرح يلي فيه جدلية. خلص صح الموضوع، خلص العقل البشري لا يرضى بهذه المقولة بعد اليوم. إذا هناك خالق، هناك الله. أتى يسوع المسيح وحدد هويته بشكل قاطع مثل ما بيقولوا حنا، لأنه هو الإبن يلي في حضن الآب، في قلب الآب، هو الحاضر أمام الآب، هو الذي أخبر. ما بقى حدا يحق له يحكي بعد يسوع المسيح من هو الله، حتى لو كانت كتب تحمل أي صفة كان. يسوع المسيح تكلم من هو الله، على الإنسان أن يؤمن، أن يدعى العقل البشري إلى الطاعة. هذه ميزة إبراهيم، ميزة نوح. صدقوا وحسوا. يعني مثل بعض القديسين منهم مثلا تيريز دافيلا بتقول شعرت بطعنة بقلبها، وشعرت عن جد انه الله عم بيجرح لقلبها وعم بيعلقها فيه. يعني انا اللي كنت حابة وحضرتك فسرت تقول انه عمل الروح القدس او عمل الله او عمل هالإيمان يلي بيدعو الله بيشتغل على عقلي بحولني بنوره لإيمان اتسترا، هودي مش تيوري منحكيهم، هودي بالحياة بنعاشه. والإنسان ممكن يقدم كل حياته تضحية عن هالأشياء. يعني لو ما إيمنوا الرسل شو كان بدهم بكل هالقصة وإبراهيم وغيرهم؟ بسمح للنفس يقول يعني أحيانا بيصير شيء من التكامل بين الإيمان الشخصي الفردي للمرء للشخص وبين إيمان الجماعة، في تكامل بين كمان إنه يصدقوا يمشوا وراء. صحيح، يعني ما بيكفي تقول أنا بعد ما اختبرت حضور الله، بعد أنا ما لمست منه شيء، هذا لا يكفي ليكون مبرر أنك مش مؤمن، لأنه في جماعة عبر 2000 سنة، هدول اللي آمنوا مش صغار، ومنوا الناس منوا معلمين إذا أنت عم تدعي بالمعرفة، ولأنه الناس جهلة، ولأنه الناس أغروا بالمال. على 2000 سنة عنا فلاسفة بالكنيسة بتوزن بلاد، ركعت قدام يسوع المسيح مش انسحاقا، تمجيدا. أدركت بتجلي بحياتها سر هذا الكائن، سر الحب يلي انسكن من أجل بشريتنا. فإذا زمانك قادر أنت شخصيا تختبر إيمان يسمح لك تمشي بهالكوكب من الشهود ليسوع المسيح، على القليل انظر إلى هذه الجماعة وقول مش معقول يكون كلها على غلط. صح. من أجل الجماعة راح أمشي وعمهلي بفهم. نعم. وعمهلي بيجنس الله. حتى يعني مونسينيور القديس أغسطينوس بيقول وقت اللي اجته الدعوة توقف واقرأ، اقرأ. ليش الله دعي ليقرأ الإنجيل؟ أنا ما بقدر أخذ ولا مطرح بالإنجيل إلا ما أعرف، خاصة بالعهد الجديد وحتى بمغازي العهد القديم، إلا ما أعرف أنه هالكتابات أو ما يقوله المسيح فيما بعد ما ممكن يكون إنسان عادي ليس إله آلون. يعني نكتشف بكل كلمة
عمل الروح، عمل الله، عمل الابن يلي تجسد ويلي عن جد عيش حقيقة لازم نتمثل فيها. يقال عن سر يسوع المسيح، وركز الكلمة البابا بنيديكتوس السادس عشر، لا يمكن القبول بوسطية مع يسوع. طبعا. يعني نقبل شيء وما نقبل كل شيء، لأنه يسوع أو يكون حقيقة ابن الله أو يكون زلمي مشعوذ مدعي، لا يمكن أن يكون وسط بين الاثنين. يهوي حقيقة ابن الله، لأنه الإشي اللي قاله عن حاله والإشي اللي عمله والإشي اللي دعي إلى عيشه وهو التزمه، يبدو يكون حدا فقط بيقدر يكون حامل اسم ابن الله. يمكن زلمة أخوت مريض والحال أن يسوع المسيح هو ابن الله، طبعا ما بنقدر يكون عم ننتقص ولا أدنى شيء من تكوين شخصيته. هذا الاختبار يلي عيشوه الرسل وآمنوا فيه، دعوا البشرية إلى السيف في ركابه، مش من أجل تكبير حزب يسوع المسيح. لا يريد المسيح أن يؤسس دين، بل يريد أن ينشر روحه في كل العالم، في كل الأرض. يريد أن تتبارك، يعني بلغة العهد القديم، كل شعوب الأرض بهالخلاصة اللي أنجزه. من دين إلى جانب الأديان طبعاً. يعد معهم، هو اللي يجب أن يكون روح كل الدين. يعني الإسلام إذا أخذ من المسيحية رح يربح ما رح يخسر، والبوذية إذا أخذت المسيحية رح تربح ما رح تخسر. هني أفيش ياخدوا منا شيء، لأنه هي متحلقة، هي متحدة بالإله. هم يبحثون عن كيفية مسيرتهم وبلغهم الخلاص. نحن منملك أجوبة كتير على أسئلتهم، يتفضلوا يستعينوا بهالمسيحية، نحن معنا ولا سؤال نطرحه. طبعاً. بيسوع المسيح قال الآب كل شيء. طبعا مونسيور، بالحلقة الماضية حكينا عن إبراهيم خليل الله، حبيب الله، علاقته بسارة زوجته اللي كان فيها تضحية متبادلة واحترام، وعن جد العيلة المقدسة. وأيضا تكلمنا عن أولاده، تحديدا عن إسحاق يلي هو ابن الوعد. اليوم مونسيور بدنا نشوف كيف خرج إبراهيم مع شعبه نحو الأرض الموعود بها، يعني الذي وعدوا فيها الله. بتقول النص، بيقول النص: حين تراءى له الإله المجد وهو ما زال في مدينة أور الكلدانيين، قال له الله تاخذ مرتك وابنك وقبيلتك وكلكم وبتتجهوا إلى الأرض التي أريك. ويقول الناس: خرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حران، ومن هناك نقله الله بعد موت بيه إلى الأرض، يعني لح ينقله الله، يعده أن ينقله إلى الأرض التي سيسكن فيها، أي ستكون هي الأرض الموعودة بها. وكان أنه لبى إبراهيم الدعوة. كيف ممكن إبراهيم يقدر يقنع إذا هو اقتنع، مثل ما حضرتك قلت قبل شوي، إنه نحن مثلا في عنا تاريخ كنيسة، خلينا نمشي وراء هالفهمانين بالكنيسة الأسس، وعمالنا منفهم شوي وشوي منفهم. كيف هالشعب مشي مع إبراهيم ولبى دعوته وترك كل شيء وانتقل لأرض مجهولة، وكان الله وعده يصير أمة عظيمة ويباركه ويبارك اسمه؟ نحن في نزوحين بحسب تاريخ إبراهيم. في نزوح أقام في بيو تراح، نعم، ما قبل الدعوة، ونزوح الدعوة. نزوح ما قبل الدعوة طبعا طبيعته المصلحة يلي كانت بيقتضيها الشغل. إذا كان إبراهيم وكان بعده اسمه أبرام وبيو تراح وابن خيون لوط يلي كان من ضمن الشركة مع عمه ترح، كانت بتقتضي الضرورة العملية انه يترك أور الى منطقة تانية من اجل خيرات هالأرض اللي هي حرام. لانه احنا بنعرف انه أور الكلدانيين ولو كانت منطقة كتير مهمة في التاريخ، لكن مع حركة الشعوب والمجتمعات اضمحلت تدريجيا قيمة أور ونميت على حسابها حران يلي هي قريبة منها، بس بصير شرقي الفرات أكثر منطقة عالية.
هذا بيعني انه هالنزوح هيدا صار من اجل الحركه الاقتصاديه، يلي عنده مواشي كتير ما بهمه بس يكون عنده ارض يقدر يرعي فيها مواشي، بهمه كمان يكون عنده سوق يبيع فيها مواشي. فاذا بده يلحقوا الحركه الاجتماعيه اللي نميت بحرام طلعوا عليها، قرر تارح بيو لابرام مع ابن خيون لوط يطلعوا بهذا النزوح. هذا النزوح، هذا نزوح بشري عملاني اجتماعي، نقلوا على منطقه كثير مهمه بتسائب شغلهم اكثر. هونيك بيرجع الرب بيدعي ابراهيم، هونيك يدعوه ويقول له اترك حتى هيدي الارض اللي بيك شايفها المنيحه المناسبه اللي تركتوا اور ضيعتكم كرمالها، انا بقول لك تتركها وانا بدليك على الارض اللي لازم تروح لها. وهيدا الانسلاخ الموجع اكثر، لانه اذا كان بمنطق ابراهيم انتقاله من ارض اور يلي هي ضيعته الاصليه الى حران منطقي ومعروف اسبابه، انتقاله من حران الى الارض اللي بيجهلها مش معروف اسبابه سوى انه الله الداعي، مش بيها المره. عندما يقول الناس، طبعا نحن هون بدنا نجرب ناخذ المعنى الروحي لبعض الكلمات، يدعو الله ابراهيم ابرام بيقول له اخرج من ارضك الى ما ترمز الارض. هنا ما فينا نحن كمان نعطي، ما بدنا نعطي للناس بركة شروحات هو ما بيحملها، بس كمان بذات الوقت ما بدنا بس نعتبر انه ما إلى معنى رمزي. أكيد. هل الارض معنى رمزي هنا؟ اكيد الارض رمزيتها هي الاستقرار، لانه عليها بتبني بيتك، عليها بتكتب تاريخك، وين ما رحت بتعرف وينك راجع. واكثر شيء الناس بتسالك من بعد اسمك انت من وين، وعادة المنطقة اللي انت منها بتدل على اي نوع من المجتمعات انت. صح. هل انت مجتمع بربري؟ هل انت مجتمع عشائري؟ هل انت مجتمع شرس متقاتل؟ ام انت مجتمع مسالم متحضر؟ من وين انت؟ من وين اصلك؟ الارض فيها شيء من الاستقرار مرتبط في تكوين الهوية. لما أراد الله لما أراد إذا الله أن يترك، يريد أن يكون هو استقرار إبراهيم. نعم. يعني هذا هو الإله الغيور. صدقا ما بتتصور يعني هالدعوات اللي هي وميض طريق التعاطي الله مع المدعوين لخدمته تتضح في العهد الجديد. نعم. كيف بيصير يسوع المسيح بجذرية الدعوة من لا يحبني أكثر من أبيه وأمه وأخته وأخيه، هذا السر يقول من لا يترك كل شيء ويتبعني، من ترك بيتا وأرضا نال في هذه الدنيا 100 ضعف وفي الأخرى الملكوت. في جذرية يريد يسوع المسيح ويريد الآب، إذا عم نحكي كشخصية الأب هي الفعل في العهد القديم تحت اسم الله، لأنه ما كانش واضح سر الثالوث، واضح أن الله يريد أن يكون هو طمأنينة المدعو. كيف؟ وبيأخذ الصورة في أشعياء واضحة كتير لما بيحكي عن علاقة بين الأم ورضيعة، مش بين الأم وابنها بالمطلق بأي عمر كان. أتنسى الأم رضيعها؟ بصيغه النفي اكيد طبعا كلنا بنقول لا، بكفي نصر حتى ولو نسيت انا لا انساك. سر طمانينه المدعو يجب ان تكون في الله مش في اي شروط اخرى، لا بالارض يعني الاستقرار اللي كان ابراهيم يعني او كل واحد يصبح الله هو هذا يصبح الله هو ارضي هو ارضي هو المكان الذي اعود اليه، هو المساحة التي تشكل هويتي. والعشيرة يعني هل هي أيضا المعتقدات يعني اللي أكثر شوي العشيرة بتشكل الأمان يعني ايه؟ بالإضافة للي قلتي توتام يعني مثل في علاقة يعني طمطم بالعربي ايه؟ تستعمل كلمة هي ذاتها. نعم. أن تدخل في العشيرة، أن تنتمي إلى الجماعة، هذا ما يشكل بالنسبة للفرد القوة الأمان، ما فيش خوف. أنت بتخيل لما تكون وحدك، ولما الرب عطى المثل عن الراعي اللي عنده 100 خروف وأضاع وحدة، ترك 99، ليش تركهم؟ مش لأنه منه سئلين عن 99، لا منه هيك المعادلة، لأنه 99 متكاتفين بيحموا بعض.
الخوف من اللي وحده، بس تطلع من قبيلتك تتخلى عن قوتك عن سلاحك. الإنسان لليوم وبعائلته اليوم يصار معك مشكلة بتفل لخيك بتفل الروح القبلية في يسوع المسيح تتخطى القرابة الدموية حدودها إلى القرابة الروحية، صار هناك نوع جديد من القرابة. كبرت عائلة يسوع لتتخطى القرابة الدموية. أيضا هنا يريد الله روحية. أن يصبح إبراهيم من أقرباء الله، وكذلك كل عشيرة إبراهيم وكل شعب إبراهيم. نعم، مشان هيك بولس بعدين بأعمال الرسل وبرساله بيتعاطى نحن من أهل بيت الله من مدينة القديسين، ننتمي إلى هذه العائلة يلي الله فيها هو البيت. وبقول القديس بولس ومنكمل ومنمشي على الطريق الصحيح اللي نحن عم نخبره عن الاتجاه الصحيح. مونسينيور يقول الله لإبراهيم يعده أجعلك بركة، يجعل من إبراهيم بركة، ونحن ندرك أن الله هو البركة، فأصبح باستطاعة إبراهيم الذي أخذ بركة الله أن يبارك من دون شك، لأنه سر حضور الله هو سر إفاضة البركة. والبركة شو بتعني؟ بدنا نميز، لأنه الكلمة بتحمل أكثر من معنى. لا تعني بركة الكاهن في الذبيحة الإلهية مثلا، على الأكيد مش هالبركة يلي أعطاها الرب لإبراهيم. أي نوع؟ فإذا بركة أنه يكون هو الخميرة، البركة يلي كان مرموز إلى في مفهوم العهد القديم تعبر عنا بشيئين: طولة العمر والكثرة، كثرة الأولاد، كثرة الممتلكات، كثرة المواشي، كثرة الأراضي، كثرة الشغيل اللي عندك. هدول هالنقطتين الأساسيتين، أن تعطى أيام طويلة أيام كثيرة هي هدية البركة، من كثرة الأيام أشبعتني فأرني خلاصك، وأن تفاض النعمة بالكثرة، كثرة البنين لأنه العاقر كانت أو العيلة ما بتنجب كانت كأنها ملعونة من الرب، خسران المواشي، خسران الثروة كان فيها شيء من اللعنة. تذكري خبرية أيوب. أيوب راح أولاده راح المواشي وقعد يحاجج الله بما يقارب 40 فصل: شو بدك مني؟ أنا التراب الواقف قدامك، جاي أنت الله تحكمني؟ تحط كأنه بلغة اليوم، تحط عقلك بعقلي، إذا أنا عمل لي شي خطية قاعد تنكود فيي، خربت لي بيتك. في نهاية سفر أيوب يفهم أيوب، يعود الله فيعطي أيوب البركة. أن يفيض عليه كثرة البنين وكثرة المواشي أضعافا. وكان التحول عند أيوب ذاته يلي قدر يفهم أكثر ماذا يريد الله. فإذا البركة هي ترمز أول شيء علاقة رضا بين المؤمن وبين الله، تترجم بطول الأيام والكثرة والغنى. فإذا أنت إذا حرمت من إحدى هاتين الاثنتين، البركة أو الكثرة، معناتها أنت بعلاقة سيئة مع الله. وكأن الله يريد من إبراهيم أن يدل الناس على الاتجاه الصحيح الذي يجب أن يسلكوه لينالوا البركة، أي طول العمر والكثرة. ونحن لليوم لما بنتمنى لحد شيء ربنا يطول عمرك، أكيد يفيد خيراته عليك طبعاً. إنها البركة. مونسينيور، أتى إبراهيم إلى شكيم لكنه وجد الكنعانيين في الأرض. كان وجود الكنعانيين هناك امتحانا، هل كان امتحانا لقلب إبراهيم؟ مدى ثباته، إيمانه الثابت بالله، بقاؤه على ثقته بالله، أو أنه ما معنى هذا العائق؟ بمعنى تاني بدي أسألك، هل الله يجرب المؤمن؟ وهل جرب إبراهيم هنا؟ لأنه في من بعد إبراهيم، يعني بحب نفتح شوي، لأنه البعض يقول الله لا يجرب إلا محبي. هل الله يجرب؟ أنا ما بقتنع أنه الله يجرب. أنا معك. أنا معك، لأنه مش عم نحكي كجهد شخصي أو تصور شخصي. برسالة مار يعقوب واضح النص لما بيقول: لا تقل إن الله جربني، فالله لا يجرب أحد، وكل منا يجربه اختباراته الذاتية.
طمعوا بالمال، طمعوا طبعا. بالحسد، هذا هذه التجارب اللي نحن بنوقع حالنا فيها. وعندما أقول في الأبانة لا تدخلنا في التجربة، هذا لا يعني أن الله هو الذي أنه يدخل. إيه لما بنتجرب تكون أنت دخلتنا، لا طبعا. فإذا كان هذا معناها ما بقى بيقدر الله الذي هو أدخلني في التجربة أن يحاكمني أن يدينني أنا عليها، حريتي طبعا، أنت اللي دخلتني فيها. فإذا أن الله يجرب هذا أكيد الحمد لله قول يجب أن يسكت. إذا الأم لا تجرب ابنها فكيف الله يجرب؟ صحيح. وهذا قول مستعمل كتير لما بيصير عندنا مأساة. الله جربني، شو بدك مني، ليه عملت فيه هيك؟ هيدول ولو كنا بنفهمهم بوجع اللي عم بيقولوا الشخص المختبر طبعا. بس لا يعني أن يتوجه الكلام إلى الله، لأنه ما فيك تفصل بين وجعك ووجع الله. الله شريكك في الألم، الله شريكك في الوجع. فإذا الله لا يجرب المؤمنين، بل ضعفنا، خروجنا عن صفاء العلاقة معه هو اللي بدخلنا بالتجربة. وهذا اللي رح نشوفه مش مع إبراهيم. إبراهيم ما كانش فيه خوف على يدخل مع بالتجربة. ليه ما كان هالعائق؟ هل أنه أمر طبيعي أن يكون فيه؟ الله أخده على أراضي منا فاضي، منوش أخده على صحارة. في اختبارات الأراضي اللي رايح لإبراهيم، اختبارات شعوب قائمة عند ممالكة، عند أنظمتها، عند دينة، عند إله، عند عبادات، عند طقوسة. وهذه مهمة إبراهيم أصلا أكيد، أن ينقل هذه التجربة، أي الاختبار اللي عم يعيشه، إلى هذه الشعوب المنظمة وتبحث عن الله، مش إلى شعوب لا يهم أمر الله. الكنعانيين احنا شعب كنا متحضر نسبة إلى حرام، ونسبة إلى أور. لما نحكي عن الكنعانيين نحن ولادهم طبعا. فإذا هذه الحضارة التي انتقل إليها إبراهيم لا لتجربه بل ليغنيها باختباره، هي تبحث عن إله الذي اختبره إبراهيم. وهذا اللي راح يخلي اسم إيل يدخل من حضارة كنعان على حضارة إبراهيم. ما كان عنده الحديد دخوله إلى أراضي إيل، هو لا يدرك اسم الله، هو بيعرف في اختبار روحه عم بيعيشه ما. لكن تسمية الله بإيل هذه مأخوذة من عنا، الكنعانيين أعطوا إياها، أعطوا ثقافتهم، أعطوا طقوسهم، بعد شوي أعطوا مذابحهم. من وين له المذابح؟ ما كانش إبراهيم بحران أو بيقول عنده مذابح، بس تيمنا بهالشعوب يلي دخلها واللي عندها حضارتها وثقافتها، كان أول ما يقوم فيه أخذ ليتورجيتها، أخذ طرق العبادة تبعولا، لكنه عبد الإله الحق، الإله الواحد يلي رح تستفيد منه بعدين كل مناطق محيط الشرق الأوسط وخاصة الكنعانيين. لكن التجربة يلي ما وقع فيها إبراهيم وقع فيها نسل إبراهيم، وخاصة مع سليمان ابن داود. مونسيور رح نتوقف دقايق ومنرجع منكمل الشرح. أحبائي خليكن معنا، ركزوا معنا. كلام اللي عم بيقوله مونسيور نبيه الترس عن جد جدير إنه ينسمع، ينحط بالقلب ويفتح لنا الطريق قدام الأرض الموعود فيها إبراهيم. نحن موعودين بأرض كمان مثل بتشبه أرض إبراهيم اللي هي جيزالام سانت ورشاليم السماوية. دقايق ومنرجع لكم. اتجاه صحيح.